الناس اللي صوتوا بحدود 10 مليون، أقل من 10 مليون من العشرين، من العشرين 9 مليون وشوية من العشرين هي 41%، 41. لكن إذا الحقيقة المفروض بموجب المعايير الدولية النسبة تحسب على أساس عدد المؤهلين للتصويت اللي هم إيش قد قلنا 25 مليون، بمعنى لو نأخذها إحنا يطلع نسبة المشاركة بحدود 32-33%. إذا قلنا 30% نسبة المستقلين اللي شاركوا تطلع عندنا 13-12%، مو صحيح؟ لا أكثر. إذا من 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 مجموع من مجموع التسعة مليون حسب 25% يطلع 25%. 25% اللي صوتوا للمستقلين. يعني احنا لو في هذه المرحلة لو صايرة نسبة المشاركة عالية ضمن هذا القانون طبعا، يعني احنا طلعنا الكتلة الأكبر من المستقلين 100%. كان المستقلين والتشرينيين كان جابوا، انا اقدر اضمن لك يعني لو هو شنو اللي صار، جمهور الأحزاب هو الذي استنزف. بمعنى ماذا جمهور الأحزاب هو الذي استنزف؟ جمهور الأحزاب هم اللي صوتوا بالانتخابات. إذا نجي على جمهور الأحزاب، من هم جمهور الأحزاب؟ الجمهور الذي صوت في الانتخابات. ذول إيش قد عددهم؟ ذول عددهم تقريبا 10 مليون. شو عرفت أنا تقريبا 10 مليون؟ لأن اللي صوتوا، العفو مو 10 مليون، تقريبا 7.5 مليون. شو عرفته؟ كل اللي صوتوا بالانتخابات هم 9 مليون. اي صح. اي كل اللي صوتوا بالانتخابات هم 9 مليون. طلع من عندهم اللي صوتوا للمستقلين وللهذي ذولي المستقلين والتشرينيين والى اخره، هذا 2.5 مليون. زين ايش قد بقى عندك اللي صوتوا لله؟ بقت 7.5 أو 6.5. بقت 6.5 مليون. إيش قد المؤهلين للتصويت بالعراق؟ 20 24 25 25. استبعدنا الخمسة. لا لو أكو مشاركة، لو رايحين. أي لو رايحين. لو رايحين هسا 20 مليون. 20 مليون، بمعنى 6.5 من 20 مليون إيش قد تسوي؟ تقريبا تسوي 30%. ثلث. تقريبا الثلث. تقريبا الثلث. كان الآخرين تقريبا ثلثين كان جابوا مقاعد لو رايحين زين الآن.